ظل هيكل يمد عبد الناصر بالأخبار والتقارير العالمية التي تصدر عن الوكالات والإذاعات الخارجية، وتعمقت العلاقة بين الزعيم والجورنالي حسب الوصف المحبب لهيكل. كتب هيكل فلسفة الثورة، الكتاب الذي شرح فيه عبد الناصر لما تحرك الجيش لإسقاط النظام، ولما فشلت القوى السياسية المتناحرة في تحقيق أهداف الثورة. وكتب هيكل المساق الوطني، والأهم أن عبد الناصر بدأ يكلفه بمهام سياسية خارجية قبل أن تتخذ فيها مصر القرار المناسب. مثلا عندما قام العقيد القذافي بتغيير النظام في ليبيا، كلف عبد الناصر هيكل بالسفر إلى طرابلس ومعرفة توجهات قادة الانقلاب. ونقل هيكل إعجاب القذافي بعبد الناصر الذي قال للقذافي فيما بعد: أنا بشوف فيك شبابي. رتب هيكل أول زيارة للقذافي إلى القاهرة ليلتقي بجمال عبد الناصر على عشاء في قصر القبة، لكن ما أن وضع الطبق الأول أمام القذافي حتى قام فزعا. كان الطبق الأول جمبري مشوي، لكن القذافي قال متعجبا: كيف تأكلون هذا الجراد؟ هنا روى عبد الناصر أن هيكل حاول إقناعه بأن فنون الطهي تطورت، وأن عليه أن يجرب أنواعا من الطعام غير الأرز والخضار. وعلى يخت الحرية قام هيكل مع الطهاة بتجهيز ما يحلو له، لكن عبد الناصر في النهاية أصر على الأرز والخضار مثل غالبية المصريين.